الخصوبة بشكل عام تراجعت في العشر سنين الأخيرة في بلادنا وربما في كل أنحاء العالم. أكيد أكيد. علاش تراجعت؟ لأن أول سبب ديال المشاكل ديال الخصوبة هو التوتر النفسي. إذا كما كنعرفوا أن ما شكون هذا اللي ما فيناش كيعيش واحد الضغط وكيعيش واحد كما كنقولوا واحد التوتر واحد ستريس في النهار فما كاينش. ثانيا الطريقة ديال الأكل ديالنا. فالمواد اللي كنستعملوها في الأكل الطبيعي ديالنا، بعض المواد الكيميائية، بعض المواد اللي كنستعملوها كيميائيا وكحنا كنا ذكرنا منها كما كنقولوا الحلقات اللي فاتوا بعض المواد التجميلية اللي حنا بالنسبة لنا أنها مواد عادية، فالمواد اللي كنا هضرنا عليهم فالكثير منها كينقص من هذا المشكل ديال الخصوبة. ثانيا المشاكل كما كنقولوا العضوية. بحال دابا الى هضرنا مثلا ناخذين الذكور المشكل ديال الولاده ان كاين بعض الاخوه اللي كتكون الخدمه ديالهم كيبقاو جالسين بزاف او الخدمه ديالهم كيبقاو واقفين بزاف او حتى ما كتلقاهمش الحركيه ما كيتحركوش بزاف فهنا كتشكل عندهم مشاكل عضويه مثلا كما ما يسمى بالفاريكوسيل يعني ذوك العروقه ما كيبقاوش في الحاله الطبيعيه ديالهم يا اما كيتلواو يا اما كيتعوجوا فهنا في الحاله هذه شنو خص ضروري تدخل طبي. كذلك بالنسبه للاخوات كيكون عندهم ملي كيكون هذا الضغط النفسي او ملي ما كتكونش واحد التغذيه مزيانه او كيكون واحد النقص فشنو كيوقع؟ كيوقع انه الهرمونات كيتخربقوا، عمليه الاباضه ما كتكونش بطريقه طبيعيه. وما بين اول الاسباب ديال هذه المشاكل هذه هي الوزن. فاخر الابحاث بينات ان كاين واحد الطريقه دابا باش ولات كتقاس الوزن. اذا الوزن ما خصوش يكون كيتعدى 25 كيلوغرام في المتر مربع. اذا هذه الطريقه هذه فالناس الاختصاصيين في التغذيه كيعرفوها وكيعرفوا كيفاش يحسبوها. غادي ايضا نكملوا هذا الموضوع ديال الزياده في الوزن والسمنه والدهون منين كتجمع في الجسم سواء الرجل او المراه أكيد. كيفاش انها كتاثر بشكل مباشر على الخصوبه وكيفاش انها كتعطل عمليه الحمل. غنشوفوها ايضا من الناحيه الطبيه وكيفاش بعادات غذائيه سليمه ان شاء الله ممكن الانسان يعتدل ممكن الانسان يحقق واحد التوازن. نعم. دكتور عماد طبعا من ربما المواضيع اللي عليها طلب كثير وكيمشيو لها الناس العلاج بالاعشاب هي الحمل. اكيد السيده باغا تحمل كتمشي عند العشاب كتمشي عند سيده مختصه عند سيده مختصه. نعم. شنو هما اليوم المواد اللي منتشره واللي رايجه وانها كتقال انها كتخلي السيده تحمل؟ فبعد اولا كاين واحد العمليه اللي كدار انك كيقول لك كدار واحد الطريقه كيقول لك كنهزوا الوالده وهي كتكون بطريقه كيدير واحد القله كيديروا فيها العافيه كيجروا بها كما كنقولوا الوالده. فالوالده هالطريقه كيديروها العيالات القدام طريقه مزيانه ولكن هذه الطريقه كنخدموا فيها ما يسمى بالحجامه كما كنقولوا الحجامه اللي ناشفه الحجامه اللي ما كتكونش فيها التشرات وما كيكونش فيها الدم باش كيهزوا الوالده. هذه عمليه نقدروا حنا ندوزوها. اما الغريب اما الخطير شنو هو؟ ان مؤخرا كنت جريت واحد البحث فكنلقى بعض السيدات كيجيبوا واحد الزيف كيديروا فيه مجموعه من الاعشاب وكيخليوه للسيده في الوالده ديالها كيقول لها انا غادي ندير لك الزيف هذا في الوالده ديالك وكتبقى به سيمانه كتبقى به 10 ايام كتبقى به 11 يوم كاين اللي كتبقى فيه كتقول لها غادي تخليه عندك حتى تجيك الدوره الشهريه. فهذاك المنطقه خاصه هذيك المنطقه خصها تكون معقمه ماشي 100% 3000% لان هذيك المنطقه ما كنلعبوش معها. الا جينا حنا وحطينا بحال هذا الزيف هذا في هذه المواد هذه ودخلناها فمواد بكتيريه مواد معفنه مواد اللي غادي تقدر لا قدر الله من بعد يوقع التعفن ديال الوالده. كاينين جوج ديال الطرق، يا اما الوالده غادي تعفن واحد الدرجه كبيره وغادي تحيد، هي الثانيه ان الانسان لا قدر الله يمكن له يهز سرطان ديال عنق الرحم. وكما اكتشف بينات الابحاث ان سرطان عنق الرحم واحد 85% الا ما قلناش 95% السبب ديالو هو تعفنات فيروسيه. هذه السيده كتجي كتعطيها هذا العشب وكديرو، فما بالك النصب والاحتيال الكبير اللي شنو هو؟ كاين بعض السيدات كياخذوا الماء ديال الرجل، يعني كياخذوا الحيوانات المنويه اللي كيديروها في هذاك الزيف وكديرها في الوالده ديال السيده. وبالتالي شنو كيصبح؟ كيصبح واحد التلقيح اللي هو من واحد الماء اللي ماشي ديال الزوج ديالها وكنوقعوا
فواحد كما كنقولوا فواحد المتاهه، وكنوقعوا في خلط الانساب، وكنوقعوا في واحد الامور. فهاد العيالات وهاد الناس اللي كيديروا هاد الشيء كنقول لهم انهم يتقوا الله في هاد الناس هادو. اذن هادي هضرنا على الخطوره الكثيره. الخطوره البسيطه كتكون واحد السيده كتعرفها المراه كتجي ما غتحمل، كتعرف واحد السيده جارتهم ولا من العائله ولا هادي، كتقول لها انا غادي نجمع لك العشوب ديال الولاده. كتمشي فهي ليس لها علم بالاعشاب، كتمشي عند العطار كتقول له اعطيني هادي وهادي 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 وهادي. ففي بعض الحالات كاينين بعض الناس اللي ما عندهمش الضمير المهني، وبعض العشابه اللي ما عندهمش الضمير المهني، اش كيديروا؟ كنقول ليه مثلا ناخذ مثال، كنقول ليه اعطيني النعناع الصوفي، اش كيدير هو؟ كيعطيها تيميجه ولا كيعطيها نبته اخرى. فهنا بدل النبته وبدل حتى المفعول ديال النبته، وكذلك بدل حتى الخطوره ديال ديك التركيبه. رابعا كذلك كاين بعض الناس المعشابات اللي اش كيدير؟ السيده مثلا عندها ضعف في الاباضه، يعني البويضات قلال، اش كيدير هو؟ كينوض كيعطيها المساخن، ومني كيعطيها المساخن فهو كيحرق هذوك البويضات. حتى الا كانت عندها شي بويضه فيها الروح وشي بويضه اللي غادي نلقاو نقدروا نلقاو عليها واحد الحل، كيقتلها هو. علاش؟ لان تعطاتها المساخن. وحتى المساخن كاينه طريقه ديال الاستعمال ديالهم، كاين واحد المقياس باش كناخذوهم. وكذلك حتى هاد النباتات هادو ديال الحمل خصنا نردو ليهم البال. علاش؟ هاد المساخن شنو كيكون فيهم بالاساس؟ المساخن هي التركيبه اللي كنا هضرنا عليها ديال المروزيه، قعقله وسيليكا كثير كثير، مواد كبيره بزاف. وهادي كيفاش كتاثر على البويضات عند المراه؟ نعم، لانها كتحبس عمليه البويضه. هذوك المساخن الاباضه وهذوك المساخن كينقصوا من الهرمونات الانثويه، اذا الهرمونات كيهبطوا، البيضه كتزيد ضعاف. حيت حنا المراه شنو خاصها؟ خاصها هرمونات يكونوا صحاح هما اللي كيقويوها. لان كاين واحد التحاليل كما كتبين من باب الدعابه، شنو كيقول لك؟ يقول لك ان المراه كتطول اكثر من الراجل. علاش؟ لان الهرمونات ديالها كيحميوها، والمراه السلاح ديالها هو الهرمونات. اذا الا كان عندها نقص في هذوك الهرمونات، ولا هذوك الهرمونات الا تخربقوا ليها، تما كيوقع عندها هذا المشكل هذا. طيب احنا ملي كنتكلموا على المساخن، طبعا هذه من الامور الجاري بها العمل جدا في كل البيوت وفي كل الاسر المغربيه من العادات والتقاليد ديالنا. وشحال من سيده كيديروها؟ شحال من يوم كديرها لبنتها؟ وشحال من عجوزه غديرها لعروسها بحسن نيه؟ كتقول لها وبنيتي عرفتي شنو؟ غتمشي للحمام مثلا، ولا غادي نديروا لك واحد الفروج البلدي ونديروا عليه واحد الرفيسه ولا واحد البركه واحد القصعه ونديروا فيه المساخن، والله يسخر لكم انتيا والزوج ديالك. اليوم اذا اي سيده، واش الخلاصه باش يكون يكونوا الافكار اللي غنتقاسموا مع مستمعاتنا واضحه، ما فيهاش لبس، ما فيهاش الشك. هادشي اللي بغينا نقولوا لك لاله، بغيناك تكوني متاكده منه ان شاء الله. دكتور عماد، اذا اي سيده اليوم كتسمعنا، واي راجل ايضا كيسمعنا، باغيين ان شاء الله ربي يسخر لهم وتكون عمليات الحمل، ما خصهمش ياكلوا المساخن نهائيا نهائيا. وانا كنأكد عليها وكنتحمل المسؤوليه ديال هاد الهضره، على حيت هما كما كنقولوا هاد الناس هاد العشابه علاش كيلعبوا؟ كيلعبوا على الخدعه. شنو هي الخدعه؟ ملي كنشرب دوك المساخن كنحس براسي غنتفرقع، كنحس بالعرق، كنحس بالسخونيه، وكتجي ديك الكلمه المعهوده ديال البرد في الوالده، كيحيد لي البرد في الوالده وكيحيدوا لي البرد في الوالده. فالحمد لله، وكنشكر اختي هاجر لان دائما كتجيب اختصاصيين وكيهضروا في هذا المجال هذا. واليوم دكتورة عفاف بن جلون في نعم. طبيب تكلمات هي على هذا الموضوع، وكيقول ومني كتسول الطبيب الاختصاصي المختص في هذا الجهاز كيقول كتقول ليه البرد، كيبدا يضحك كيقول لك راه ما كاينش شي حاجه سميتها البرد، لان احنا الله سبحانه وتعالى راه حامينا وعاطينا كيفاش ذاك التوازن الحراري ديالنا لداخل. والبرد ماشي برد، كاينين جوج حوايج، يا اما تعفن، انا متفق اذا كان تعفن او كانت اصابه فيروسيه ضروري خصها الدواء. بحال دابا نعطيو المثال ديال الكلاميديا، هاد التعفن ديال الكلاميديا اللي هو مثلا كيكون ناعس عند الراجل في البويضات ديالو ما كيعرفوش، وبالتالي منين كيتزوج هاد السيد هذا كيعاود يعطيه للمراه ديالو. ومن بعد اش كدير هاد الكلاميديا؟ كتمشي لينا الوالده وكتصايب لينا بحال واحد السور، كتحبس لينا ان كما كنقولوا الحيوانات المنويه ما كيوصلوش للبويضه. نعم. اذا اول حاجه بعدا في هذه الامور هذه اننا بعدا نمشيو نديروا التحاليل ديالنا. وهاد الناس اللي باغيين يولدوا ضروري كل 6 شهور نمشي ندير واحد التحليلات. الراجل يدير تحليلات على الماء ديالو، يدير تحليلات على الحاله ديالو، لا في التعفنات لا في كل شيء. والسيده دير تحليلات هرمونيه وتقلب الوالده ديالها. اما استعمال هاد الاعشاب هذه بحال المساخن، بحال هاد الاعشاب السامه، نحاولوا
نتفاداوها لانها كتضرب صحتنا. وحنا اليوم معك لالا باش ان شاء الله نريحوك، بغيناك تكوني متاكده شنو هي الامور اللي فيها منفعه لك، شنو هي الامور اللي فيها مضره لك، انك تعيشي الامومه ما نقدروا الا نتضامنوا معك بقلوبنا وندعيوا العلي القدير انه يسخر لكل وحده فيكم ولكل واحد فيكم بالذريه الصالحه وبشي حمل اللي يكون ان شاء الله بالصحه والسلامه وفي احسن ظروف. اليوم ايضا بغينا نسمعوا من عندكم شنو اللي جربتوا، شنو اللي نصحكم به شي حد، شنو هي الخلطات او الاعشاب اللي كليتوا او اللي طبختوا او اللي استعملتوا مثلا في الرحم او